يا اهلا وسهلا، انا محمد تهامي، مؤسس شركه باشن بوينت، واحده من الشركات الرائده في تطوير رياده الاعمال في مصر. وفي الفيديو ده هنتكلم عن عقليه الموظف وعقليه رائد الاعمال، ايه الفرق ما بين الاثنين، وليه مهم انك ما تفكرش تكون رائد اعمال الا لما تبقى مؤمن تماما بان انت محتاج العقليه دي وتبقى مستعد لها، لان طريقه التفكير دي هي اهم حاجه على الاطلاق عشان تكون رائد اعمال ناجح. فلو مش مستعد ليها يبقى ما تحاولش تدرس اصلا او تفكر ان يكون عندك مشروع خاص اساسا، لانك هتتعب قوي. فالفرق الجوهري ده هو ان انت تتبنى عقلية حلال المشاكل، لان رائد الاعمال هو بطبيعته هو problem solver، هو بيحل يا اما مشاكل internal في الشغل عنده، وكمان انا problem solver للمشاكل الخارجية للكاستمر بتاعي، لان طول الوقت عاوز احلله مشاكله واقدم منتجات وخدمات تحل مشاكل للناس او للشريحة اللي انا بستهدفها تحديدا. فانا طول الوقت بدور على المشكلة واحلها، ولازم ابقى مستمتع بده، مش احس ان هو عبء، يو كل يوم مشاكل انا مش هخلص، ده انا ما ولا يوم من ايام الوظيفة اللي انا كنت بروح امرق حالي وعارف ومظبط الدنيا ومفيش مشاكل، ولما بتحصل مشكله كل فين وفين، انما انا كل يوم مشكله، كل انا وانا سايب الشغل عشان كل يوم احل في مشاكل، كده هتتعب قوي. رائد الاعمال الناجح هو بيستلذ بده، يعني بيحبه، او يعني هو شايف ان هو ده التشالنج الطبيعي، او اللي مقابله بتاخده بالريورد بيبقى كبير قوي، لان كل ما بتحل مشاكل اكبر كل ما الريورد هيبقى اكتر. وده بنفتقده الحقيقه في الوظيفه. احنا في الوظيفه شويه اتعودنا على ان انا بعمل الشغلانه، يعني اتعلمت خلاص التكنيكال سكيلز المطلوبه، ويمكن بقعد سنين بعمل نفس الحاجه، ولو طرقت حاجات جديده بتبقى لفتره محدوده وخلاص بتروح، ولو كان في مشكله كبيره قوي غالبا مش بحلها لوحدي، يعني لازم اشرك الناس معايا، لازم ادخل تيم او اقول ان دول السبب ودول السبب، ولازم كلنا نقعد نفكر، او ترميها لمديرك وخلاص يطلع تقول له المشكله هي وانا مش عارف اعمل ايه، وانت قول لي ريسورسز وساعدني وفكر لي والكلام ده كله، لو المشكله ضخمه قوي، او لو انت اضطريت او خدت اوامر مباشر ان انت تحل المشكله دي او تبقى مسؤول عنها، بتبقى في ضغط عصبي شديد ومش قادر تتعامل معاها بطيب خاطر، وبتبقى مضغوط نفسيا جدا جدا جدا، انك عاوز ترجع تاني للحياه الروتينيه اليوميه اللي انت متعود عليها، وعندك السكيل سيت اللي انت خلاص متدرب عليها، وما عندكش استعداد ان انت تفايت في حاجات فتحت منك كده بالمنظر ده في وقت قليل. فانت كموظف عاوز الاستقرار او مش عاوز، اتعودت عليه. زائد بقى ان انت لو شخص طموح وقررت ان انت طول الوقت بتابجريد التكنيكال سكيلز بتاعتك، او ان انت تتصدى لبعض المشاكل اللي انت شايفها في الشغل وعاوز انت تاخد زمام المبادره وان انت تحلها، مش دايما بتبقى ريوردد، واحيانا كتير ممكن يتم ان انت يعني بتحس بان انت خذلوك في الشغل، لان انت بذلت مجهود كبير جدا وقدمت قيمه كبيره جدا وتصديت لمشكله كبيره جدا، وكنت متصور ان انت تاخد مقابل ده ريورد، سواء بقى بونس، انكريس في السالري، ترقيه، بوزيشن اعلى، ايا كان، ما لقيتش ده حصل، فبتحبط جدا، وبترجع بقى تاني لفكره طيب خلاص بقى على قد فلوسكو وعلى قد الجوب ديسكريبشن بتاعي وشكرا على كده. فالوظيفه عاده مش بتكافئ حلال المشاكل بشكل كبير او بشكل عادل، وعشان كده فانت بتتعود غصب عنك ان انت خلاص انا بفكر بشكل نمطي، متعود على اسلوب حياه نمطي واسلوب شغل روتيني، مش انا مش بتاع بقى كل يوم مشكله جديده ده. فلازم علشان تبقى رائد اعمال لازم تتعود على طريقه التفكير التانية، ويمكن اللي عودني عليها براكتيكال يعني هو حبي للشطرنج. انا بعشق الشطرنج، وحتى البيزنس التاني بتاعي اسمه تشاسيرو تشايلد، اول واكبر اكاديميه في مصر لتعليم الشطرنج للاطفال كوسيله لتنميه شخصيتهم. فانا بحب الشطرنج جدا، والشطرنج كده كل موقف وكل نقله بمشكله جديده، ببوزيشن جديد، بحاجه جديده لازم تفكر فيها. فحبي للشطرنج هو حبي لحل المشاكل، تعود دايما كل نقلة مشكلة جديدة حلها. ده نمى عندي ان انا ما عنديش مشكلة في ان كل يوم الاقي مشكلة، والمشاكل الاكتر اللي انا بحبها اكتر هي المشاكل اللي علاقة بالكاستمر، مش مشاكل الانترنال. بحاول مينيمايز المشاكل الانترنال as much as possible، لكن المشاكل اللي بتبقى فيها لذة هي انك تشوف العميل بتاعك بيشتكي من حاجة فتقوم مصمم منتج او خدمة تحلله المشكلة دي فيقول لك شكرا، ده احلى حاجة في الدنيا. فانت دايما بتتصيد المشكلات وبتحولها لفرص تعمل منها منتجات وخدمات تخدم الكاستمر اللي انت عملت البيزنس بتاعك ده كله علشان تخدمه. دي اهم حاجه او اهم شيفت لازم تتعود عليه، ان انت تكون شخص متعود على حل مشكلات بشكل دوري ومستمر، وانك تكون بتحب ده ما بتضايقش منه، ويعني عود نفسك عليه. العب شطرنج، اتعود على الشطرنج ده كحاجه ممكن تنمي بيها ان عقلك على طول شغال، على طول بيحل مشاكل باستمرار. اقرا في كتب ليها علاقه بالبروبلم سولفنج، في مليون مدرسه ومليون تكنيك على ازاي تحل مشكلات، فتعود على ده وحب
بتحب ده وتأقلم معاه، ما تتضايقش منه. وصحيح احنا كبني ادمين ما بنحبش المشاكل الكتير، يعني برضو حتى لما بتكون بزنس اونر بتبقى عاوز يعني امور تبقى مستقره شويه شويه، لكن اللي انا بقوله انك لازم تبقى مرتاح في التعامل مع المشكله. مش اول ريسبونس لما بتحصل مشكله انك تلوم حد او تلوم الظروف او تلوم او تغضب، او ما يبقاش ده رد الفعل الاول. ممكن تتضايق بقى كتير، انا تعبت بقى من كتر المشاكل، عاوز افصل شويه، اخد اجازه كام يوم، لكن بترجع تاني يعني مرتاح ومتصالح مع المشاكل اللي بتقابلك كل يوم، وتبقى عارف ان ده part of the game و part of الحلاوة بتاعتها، وان الريورد هيكون فوري. لان في ريادة الاعمال لما بتزود القيمة المضافة اللي انت بتقدمها للسوق بتاعك، فالماركت بيكافئك بمور بيزنس immediately، والبروفيت بتاعتك بتزيد، وكل ما حليت مشاكل اكتر واكبر كل ما البروفيت بتاعتك بقت اكتر واكبر، فبتبقى حاسس بان تعبك ما راحش على الفاضي زي ما ممكن يحصل في عالم الوظيفة. لو عندك اي سؤال بخصوص اللي قلناه في الفيديو ده وبخصوص ريادة الاعمال بشكل عام، سيب لي كومنتس تحت الفيديو، وشكرا واشوفك على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والى